طيب اقتصاد زي ما الكتاب بيقول. خلونا الاول نرحب بضيوفنا الاعزاء داخل الاستوديو نبدا من اليمين السيد المحترم احمد الحمامسي عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. منور تحياتي ليك إيه؟ والمشاهدين ودكتور دكتور مصطفى دكتور مصطفى بدره خبرنا الاقتصادي البارز غني عن التعريف في زاحتك يا دكتور الحمد لله ربنا يخليك كل تمام الحمد لله ربنا يخليك يا استاذ يوسف معاكم الاستاذ شرف لينا يمكن واحنا بنتكلم عن المؤتمر الاقتصادي اللي هيبدا باذن الله او وقائعه من صباح هو الغد ولا اليوم؟ الغد. لسه الغد. الغد. ما دخلناش على اليوم الله. الساعة لسه ما جاتش 12. في أكتر من محور على مدار الثلاث أيام، الج... كل يوم في عدد معين من الجلسات وفي شق مهم جدا كنا لسه بنتكلم فيه مع الأستاذ عماد الدين حسين وهو الأسئلة الموجهة من الحوار الوطني إلى المؤتمر الاقتصادي. الاقتصادي. خليني يمكن هستأذن في إن أنا أبدأ مع دكتور مصطفى بدر على أهمية المؤتمر ده. ليه التوقيت؟ شوف يا فندم المتغيرات العالمية كلها النهاردة كل دولة بتبحث عن مصالحها وإزاي تكون سياسات تنعكس على المجتمع الخاص بها حلو. التغيرات العالمية للأسف متسرعة جدا خارجين من جائحة كورونا كان تداعياتها صعبة على الاقتصاد الدولي والمجتمع الدولي طبعا تأثر تأثر كبير بحاجة اسمها سلاسل الإمداد م. يعني الإمدادات اللي جاية من الدول لبعضها تأثرت تأثر كبير لحقت بها من بداية العام للأسف أحداث الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا عمقت المشكلة أكتر اقتصاديا تعميق طيب المشكلة أكتر اقتصاديا ده بمنتهى البساطة كده سبب غلاء على مستوى العالم كل حاجة في الدنيا في العالم كلها غليت ده اللي احنا بنسميه تضخم طب الحاجة دي كلها لما غليت النهاردة بتنعكس على مين على المجتمع أو الدولي أو على كل الدول بتاعت العالم كان في ليها مؤشرات يعني الاقتصاديين كانوا عارفين كده ان الحرب دي الشراره بتاعتها دي هتاثر علينا اه البورصات في العالم يا فندم ارتفعت ابتدت من اول ما ابتدى استشعار بان الحرب ما بين روسيا واوكرانيا هيكون تداعياتها على اسواق الطاقه ابتدى البترول والغاز في ارتفاع انعكس ده كله على كل مدخلات الانتاج طبعا زي ما حضرتك في الفقره السابقه في المانيا والاتحاد الأوروبي الدنيا بتأن وخلي بالك بتان دي يعني كلمة صعبة جدا واحنا لسه ما دخلناش في الشتاء فالقادم أصعب والرئيس الروسي وعد أوروبا بشتاء قارس بالظبط والتعنت الحرب وأكيد حضرتك تعلم فاتورتها الاقتصادية على العالم مضرة واللي انتم بتشوفوه دلوقتي ده رفاهية فعلشان كده معلش انا يمكن صادم في الكلام ولكن مم. انا بقول لك الحقيقه الواقعه لما الدوله المصريه استشعرت ان الازمه بقى هتمتد قالت لك لا خلينا بقى نقعد نعمل حوار مع المجتمع الاقتصادي ونشوف نقول لهم احنا واقفين فين وانتوا وجهه نظركم ايه علشان يبقى فيه تيسيرات للامور مم. تيسيرات يعني ايه يعني عايزين يكون في شغل اكتر حلو عايزين يكون في استثمارات اكتر حلو. رغبتكم ايه للمجتمع رجال الاعمال واحنا قدرتنا ايه والمطلوب منا ايه واللي احنا عشمانين منه كاقتصاديين ان احنا نكون مستمعين يعني الدوله تسمع ما هي الدوله عارفه هي واقفه فين آه. عارفه معدل التنميه بس عايزه فيه. تسمع اراء تانية بالظبط تسمع اراء تانية في وجهه نظر اللي بتقوم بيه الحكومه اللي بتقوم بيه الدوله ما مش معقول هيفضل الرئيس هو الماركتنج اللي بيسوق لكل كل المشروعات مشروع. القوميه وبيطلب من المستثمرين يخشوا معانا لا طبعا احنا كنا لسه في صندوق النقد الدولي الدوله يعني بيناقشوا بتوع الصندوق على قدره مصر الاقتصاديه الرئيس بعديها باسبوع اجتمع مع رجال الاعمال انه بدل كان في الحوار الوطني بيقوم بالدكتور ضياء وانتقل بيه الاحاديث والمسارات راحت للمؤتمر الاقتصادي عايزين بقى نسمع الاقتصاديين ورجال الاعمال ورجال الصناعه تقريبا في 600 واحد بكره يوسف بيه تقريبا دول مختلفين التوجهات اقتصاديين على مصنعين على ناس خبراء جايين من بره على مؤسسات دوليه هتبقى دي النظره العامه لمصر ولمصر حلو أنا يمكن من الناس اللي بتشوف إنه الرئيس دائما هو لديه القدر الأعلى من الثقة والموثوقية وبالتالي بيصبح هو المشجع الأبرز والدافع الأبرز لأي ملف الرئيس ينوه عنه، يتولاه، يوجه بيه، يتابع تنفيذه إلى آخره، بس صح جدا آن الأوان إنه الكل يشتغل على الأقل للحصول على قدر عالي أيضا من الموثوقية والثقة. هنا لازم هنرجع فورا إلى أحمد الحمامسي صديقنا وزميلنا العزيز واللي منورنا بقى هنا أيضا كعضو في تنسيقية ما بين قوسين بقى ثقيلين شباب الأحزاب السياسية الرؤية الجديدة أو التصورات المختلفة لدى الشباب في مسألة الاقتصاد المصري وتوجهاته والملفات الأولى بأن توضع على رأس أولويات الدولة والحكومة. <applause> خليني اقول لحضرتك يا يوسف بيه هو يعني انا بالنسبه لي اسعد ايام حياتي هي الثلاث ايام اللي جايين يمكن انا عشان متخصص شويه في القطاع الخاص وده مم. اهتماماتي احنا بنتكلم على توافق على خريطه مستقبل الاقتصاد المصري يعني احنا احنا امام مشكله ويمكن الاصوات المعاديه لمصر كانت بتقول لك ان في مشاكل وان احنا ما بنتدخلش فيها لا احنا النهارده بنتدخل فيها ويمكن السيد الرئيس ادى التعليمات بان المؤتمر ده يتعمل وفي تضارب في ناس تقول لك طب ما انا عندي الحوار الوطني. لا انا النهارده بعمل مؤتمر علشان اقدر احل المشاكل اللي موجوده دلوقتي على المدى القصير والمتوسط وليس البعيد لان البعيد يمكن هو متخصص شويه للحوار الوطني. فده التفاعل السريع مع الازمه. ده التفاعل السريع مع الازمه. الرئيس آه يمكن انا اتصور ان هو ما عجبوش مؤشرات الاقتصاد شاف ان القطاع الخاص بيواجه مشاكل. م. فاعلن لا يا جماعه يلا نقعد مع بعض. يلا نقعد نتكلم وعلى فكره هي بالمناسبه هي مش مكلمه يعني هو الموضوع مش هي مش مكلمه انا عارف اللفظ ده يوسف بيحب يستخدمه هي مش قاعده وخلاص لا احنا قاعدين معانا فوق ال 500 شخص يمكن زي ما الدكتور مصطفى قال بنوصل ل 600 بنتكلم على تعدديه ضخمه احزاب حضرتك يمكن قبل اللقاء دلوقتي كنت حضرتك بتتكلم على احزاب معارضه موجوده وهي المعارضه البناء اللي كان دايما الرئيس يقول عليها المعارضه ان انت تقول لي ان في حاجه غلط بس احلها ازاي؟ الطرح بتاع اه الحل. مش الاصوات اللي هي المعادية اللي احنا عارفين ان هي بتتكلم في السياق الثاني، بنتكلم على رجال اعمال هنقعد نسمعهم، هيقولوا مشاكلهم بجد، بنتكلم على اتحادات غرف صناعية، اتحادات غرف تجارية، بنواجه الوزراء مع رجال الأعمال، ويمكن أنا من الحاجات أنا كشاب عجبتني جدا إن أنت بتخلي الشباب والمواطن يشارك حتى لو مش مدعو في المؤتمر ده، يشارك عن طريق الأبلكيشن <applause> الموجودة دلوقتي على الموبايل إن أنت تنزل وتتابع فعاليات المؤتمر ده وتبعت تسال وتواجه وتقول المشاكل اللي بتواجهك. بنتكلم على ثلاث ايام مش يوم مش احنا جايين نرغي ولا لا احنا جايين نحل احنا جايين نشوف احنا مش عاملين احتفاليه احنا مش احتفاليه خالص وبالمناسبه زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا احنا عندنا الحوار الوطني لا انا النهارده بشوف على مستوى القريب انا بحل المشكله دي ازاي بنتكلم على اليوم الاول للمؤتمر بنتكلم على مؤشرات الاداء الاقتصادي عامل ازاي بنتكلم على السياسات الماليه والنقديه للدوله عامله ازاي مم. بتبينها للمستثمر بنتكلم على ملف التضخم اللي كتير بيقول ان الدوله بتحاول ان ما ما تقربش منه يعني خلينا نتكلم بطريقه يعني مبسطه لا احنا هنتكلم على التضخم. اليوم الثاني بنتكلم على آه تمكين بقى القطاع الخاص وهو التكامل بقى. وثيقه ملكيه الدوله. اه وثيقه ملكيه الدوله خلينا بس ان ايه التكامل مبدئيا ما بين القطاع الخاص والعام. يا جماعه احنا في تكامل احنا احنا الاثنين بارل مع بعض احنا الاثنين ماشيين مع بعض. ويعني هرجع لحضرتك في النقطه دي بس بعد ما نتكلم على وثيقه ملكيه الدوله على موضوع لا ده في تزاحم الدوله مع القطاع الخاص والكلام اللي بنسمعه على طول ليه مردود هنقوله دلوقتي بس خلينا نتكلم على كمان وثيقه ملكيه الدوله اللي هيبقى حديث اليوم الثاني او في الجلسات اليوم الثاني انا شايف ان احنا امام ملف ضخم يمكن اشتغلوا عليه على مدار 40 جلسه بنتكلم على اكثر من 1000 متخصص اقتصادي عشان يقدر يطلع لنا الوثيقه دي احنا <applause> بنتكلم ان بكره ان شاء بعد بكره ان شاء الله هنشوف الوثيقه النهائيه لملكيه الدوله وثيقه ملكيه الدوله وهي مقسمه لثلاثه. احنا بنتكلم على جزء الدوله هتتباعد، هتسيب القطاع الخاص يتدخل فيه. بنتكلم على جزء يمكن 73 مشروع تقريبا او قطاع. بنتكلم على القطاع الثاني او الفرع الثاني الدوله بتشارك القطاع الخاص. وبنتكلم على قطاع ثالث الدوله هتستمر فيه، ودي حاجات يعني احنا يعني دي حاجات الامن القومي بقى يعني زي دول العالم كلها بتتكلم فيه رجوعا بقى للنقطه اللي قلتها لحضرتك وهو التزاحم الكلمه اللي بنسمعها بتاعه التزاحم انا كراجل يعني مهتم بالشان القطاع الخاص وده مجالي اللي انا بشتغل فيه هو انا ما عنديش تزاحم هو انا جت فتره معينه مصر يعني انت عارف ان راس المال جبان جدا مصر كانت بتواجه مشاكل يعني كلنا عارفينها مشاكل اقتصاديه مشاكل امنيه طالعين من ثوره تانية مجيده ليها تبعيتها كلنا مستحملينها فراس المال كان جبان خايف يخش فكان لازم الدوله تتداخل بكل مؤسساتها علشان تقدر تقوم الدوله دي على رجليها ما احنا, احنا لو احنا الدوله ابتعدت والقطاع الخاص ابتعد هتلاقي التضخم هيزيد هتلاقي البطاله زادت هيؤدي الى زياده جريمه هيؤدي الى مشاكل اجتماعيه فالدوله كانت لازم تدخل هي مش داخله يعني مش داخله زي ما بيقولوا في الاعلام المعادي ان هي بتتزاحم او اللفظ اللي هو البلطجه خالص انا عندي قطاع خاص انسحب وكان لابد من دخول القطاع الدوله هي النقطه دي علشان هو الناس مش قادره خلينا نبقى واضحين انه احنا من 2011 ل 2000 او اواخر 2013 انا عندي راس او راس مال محلي مش الاجنبي جزء كبير منه خد بعضه كت ما كملش استثمارات وسيل فلوسه واتكل على الله عارف قد ايه يوسف بيه؟ قد ايه بقى؟ لا ده انا اقول لك بقى عشان نحدث ولا حركة قبل التفضل. ما تقولي ممكن استأذن في فاصل؟ اه اتفضل يا فندم دكتور مصطفى اصله هيستحملني انا عارف فاصل ونكمل الكلام خلونا نجدد الترحيب بضيوفنا الاعزاء احمد الحمامصي عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين ودكتور مصطفى بدرة خبرنا الاقتصادي البارز ودكتور مصطفى قال تحب اقول لك قد ايه خب بعضه وخرج اه كتير هقول لك بس على قطاع التصنيع في 5500 مصنع وده المعلن رسمي كان من وزاره التجاره والصناعه بسبب 2011 والاحداث اللي حصلت انسحبوا من مصر. مم. حصلت فجوه كبيره جدا خلاف ان انا بس عايز اذكر حضرتك والساده المشاهدين ان كان في حاجه اسمها التحكيم الدولي وبفضل ربنا وبالقياده السياسيه الموجوده الرئيس عبد الفتاح السيسي انهى العديد من المنازعات القضائيه في التحكيم الدولي طبعا يعني حدث ولا حجر حرج ان مثلا خط الغاز والانفجارات اللي كانت بتحصل فيه مم. وطبعا المستثمرين اللي يعني الكتير اللي خرجوا من مصر ورفعوا تحكيم دولي حصل فجوه كبيره جدا في الوضع الاقتصادي الناس بس بتنسى يا استاذ يوسف واستاذ احمد الاقتصاد بناء من اصعب الامور في اي دوله في العالم هدمه ممكن في دقائق في كلمات بيطلع اي حد ممكن يهد اقتصاد تبني من اول وجديد ده شديد الصعوبه جدا لان انت عارف حضرتك بتبني من تحت السفر تاني وفي نقطه مهمه زي ما استاذ احمد كان بيتكلم الثقة في الاقتصاد دي بتبنى بالمليارات ليه؟ لان انت عشان تسلم مصنع او تسلم استثمار داخل دولة النهاردة ما بقاش بالسهل وعلشان تجيب شركة النهاردة تفتح استثمار داخل مصر بالملايين او بالمليارات ما بقاش بالسهل الفجوة اللي حصلت لفترة من 2011 2012 و13 كانت اللي لازم الدولة هي اللي تملاها لان كان عندنا مؤشرات صعوبة فوق حضرتك ما تتخيل وإلا كانت الدولة تنهار اقتصاديا طبعا لو ما كانتش دخلت علشان تملى هذه الفراغات وحضرتك البنك الدولي سريعا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قال لك مصر كان في طريقها للأسف للتعصر المالي وعشان كده نزل تصنيفها تصنيف ست مرات صحيح. النهارده في عز ما الناس بتشتكي النهارده ستاندر اند بور قالت مصر مستقره, مستقرة وتصنيفها جيد أوه. واحنا بتناقش مع صندوق النقد الدولي اعتقد شايفين في استرضاء كبير جدا من المؤسسات الدوليه لوضع الاقتصاد طيب السوق. هنا نرجع لأحمد احمد الحمامسي هل في نموذج في حاجه اسمها الدوله بتنسحب نهائيا وبالكليه من الاقتصاد ولا انه يبقى القطاع الخاص في دول كتير جدا هو محرك رئيسي اما الدوله فهي بتبقي على قطاعات اقتصاديه لا يصح للقطاع الخاص الدخول فيها أنا هقول لحضرتك يوسف بيه على ال يعني احنا جاوبنا على النقطة دي في موضوع وثيقة ملكية الدولة. الدولة. أولاً مفيش حاجة خروج الدولة التام ده ده مفيش حاجة اسمها كده. كده وخلينا آه خلينا بسرعة حضرتك أدرى ودكتورنا طبعاً عارف الكلام ده ويمكن كتير من السادة المشاهدين وبدون ذكر أسماء الشركات الكبرى في أمريكا وفي روسيا متداخل فيها الأجهزة الأمنية، احنا مش بنتكلم بقى على دولة، احنا بنتكلم على أجهزة أمنية جوه شركات عملاقة، احنا عارفينها بالاسم. فمفيش حاجة اسمها الخروج التام. أنا بتكلم إن أنا ممكن أخرج من قطاعات معينة، ممكن أخرج من قطاع مثلاً إحنا بنشوف دلوقتي طرح بعض الفنادق. مم. بنتكلم على السيد الرئيس النهارده لما افتتح من يومين لما افتتح مصنع الرمال هو كان بيدي مصداقية للنوع ده من المشروعات. صح. يا جماعة أنا فتحت أهو في مناطق واحد واتنين وتلاتة روحوا اشتغلوا فيها. مظبوط مفيش تزاحم اتفضلوا اشتغلوا فيها. يعني القطاع ده بيكسب. انا طالما استثمرت فيه أنتم ممكن تستثمروا فيه ففكره التخرج التام ده في بعض المجالات او بعض القطاعات يجوز وبعض القطاعات اللي هي الامن القومي لا يجوز مستحيل. يعني انا ما اقدرش اجي اقول ان مصر تخرج بره قطاع المطارات مثلا يعني امن قومي اي نعم في دول عملت كده وفي دوله كبيره عملت عامله الكلام ده مسلمه المطار لدوله ثانيه انها تبشرها بس انا ما اقدرش اسلم مطاري و... ونفذ طلبات بعض الاشخاص دول بتدي حقوق الاداره والانتفاع ممكن ادي حق اداره آه. زي المواني ممكن آه. ادي حق اداره آه. ممكن ادي حق انتفاع بس تخرج تام دي مستحيل يعني اه يعني طب بصوا يا جماعه هي مفاجاتنا غير الساره ان هم عمالين يقولوا الموضوع خلص او بالادق الفقره خلصت احنا فعلا مش هزار مش هينفع الفقره تخلص يعني تمام لكن احنا ملتزمين بالوقت عشان انا يعني انسان ملتزم في نفسي فانا بس بستاذن بجد والله اداره القناه والبرنامج وبستاذن نفسي انه حضر واستاذنكم ان احنا لازم الاسبوع ده نقعد تاني لانه مش هينفع المؤتمر الاقتصادي نتكلم عليه في اربع اسئله فقط لغير لضيوفنا الكرام خصوصا لما يكونوا هؤلاء الضيوف الرائعين المقربين الى عقولنا قبل ما يبقوا مقربين كمان لقلوبنا أنا الأول أتشكر لحضراتكم، وثانياً أعتذر لكم على الوقت اللي فرص. جري من غير شكرا. لازم ده أنا مش عارف ليه حاجة وحشة جدا، يلام في ذلك المذيع لأنه بيتكلم كتير، ونورتونا وشرفتونا الأسبوع ده لازم هنلتقي مرة كمان عشان نتكلم إيه بشكل أكثر راحة واستفاضة، كل الشكر لضيوفنا الأعزاء دكتور مصطفى بدرة صديقنا وزميلنا العزيز المحترم أحمد الحمامسي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تخلص الحلقة لحد كده، ثواني يكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامجه رقم 10 احنا لو كلنا العمر نكون موجودين معاكم بكره باذن الله وبرنامجكم التاسعه سلامات